الحقيقة المطرب محمد عبد المطلب صوت شعبي رخيم، له مواصفات خاصة مفيش أي صوت يشبه له. صوت غنى الأغاني الشعبية واداها مذاق مختلف، يعني مش زي كل المطربين اللي غنوا في الإذاعة، مش زي كل العاطفيين اللي أبهرونا، ولا حتى زي كل الشعبيين. مواصفات خاصة كده في صوته خلته ماركة مسجلة. ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، ما بيسألش عليا أبدا مثلا. حقيقة أنه في أغاني كتيرة جدا لعبد المطلب، وطبعا الإذاعة المصرية وقتها كانت هي سفير صوته للأغاني اللي الناس حفظتها. بنتكلم عن عبد المطلب، بنقدم له تحية وبنكتشف حاجة جديدة ما كانش حد يعرفها. عليا ابدا ولا بيتشوف عليا ابدا، ما بيسألش عليا ابدا ولا بيتشوف عليا ابدا. يا ما ناديته واترجيته، يا ما ناديته واترجيته انه يرق شوية أبدا. ما بيسألش، ما بيسألش، ما بيسألش. سيدي للناس مالكم ومال الناس، يا حاسدين الناس مالكم ومال الناس، ده كل قلبي ألم، ده كل قلبي ألم، والكل واحد كاس، يا حاسدين الناس مالكم مالكم ومال الناس. ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين. وعشان نقول كل الرضا يومات اروح له مرتين، من السيدة لسيدنا الحسين. يا حبايب قللوا يا والد عليلو، يا حبايب هللوا يا والد عليلو، وإن كادوا فلفلوا، وإن كادوا فلفلوا، دي ليلة بيضة بيضة والنبي بيضة بيضة، دي ليلة بيضة بيضة والنبي بيضة بيضة، آه دي ليلة بيضة والنبي بيضة. ما بيسألش عليا أبدا الناس المغرمين، ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، وكتير من الأغاني الحلوة الشعبية اللي الناس حافظة. محمد عبد المطلب كان في أغنية بتتعمل له، بتتصنع له كلمات وألحان، والمفروض أنه هو كان يغنيها، إنما توفاه الله وما لحقش يغنيها. مين يغني الأغنية اللي موجودة من أثره منذ سنوات طويلة؟ أفضل صوت
يغني الأغنية دي اللي هي أصلا كانت بتاعت محمد عبد المطلب، واللي هو دايما لما بيغني أغاني عبد المطلب الناس بتطرب وتنبسط جدا، هو المطرب المغربي الشهير فؤاد زبادي. الحقيقة أنه صوت هذا المطرب دايما لما بيعمل حفلات في مهرجان الموسيقى العربية الناس بتحجز مقدما حفلاته، مش بس عشان تسمع عبد المطلب أو أغاني عبد المطلب، عشان بقى له جمهوره هو شخصيا. فؤاد زبادي الناس بتحبه من سنين طويلة، الجمهور بيروح له في الأوبرا في القاهرة أو بيروح له في اسكندرية، بيروح له في منصات ومسارح مهرجان الموسيقى العربية. النهاردة ما أغنية عبد المطلب اللي ما غنهاش ولكن تكون مع المطرب المغربي الشهير فؤاد زبادي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك الصوت العربي الاصيل. الله يخليك. اهلا بحضرتك. الله يخليك مدام منى. استاذ فؤاد زبادي حفلاتك ومن سنين طويله احنا بنتكلم على من 10 15 سنه أكثر او اكتر أكثر. لما يبقى في جدول الاوبرا كده حفله فؤاد زبادي بتبقى كامل العدد، لان الناس اللي بتحب السلطنه والغنى الشعبي عارفه انه هي هتسمعه حلو مع الفنان المغربي فؤاد زبادي. ده حقيقي. الله يطول عمرك. احكي لنا عن علاقتك بجمهور مهرجان الموسيقى العربيه. بقت يعني علاقه كده استثنائيه وطيده. صحيح، لانه من مده طويله أول مرة أنا كانت 97 كان مهرجان الموسيقى العربية في دورته السادسة. أنا قبل المهرجان في عز الصيف جيت لمصر من كان أسبوع ثقافي مغربي مصري. فقضينا تقريبا 10 أيام ورجعنا للمغرب، وقابلت السيدة حياة الإدريسي المطربة التي أحييها من هذا المنبر. طبعا. قلت فؤاد ايه رايك لو نكلم عليك تشارك في مهرجان الموسيقى العربيه؟ قلت يا ريت، انا لسه جاي من مصر. فهي ربطت الوصل مع الدكتوره رتيبه الحكمي الله يرحمها، وتم الاتفاق وجيت انا اول دوره كان 97.